هاي يا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده بصوا كده شكله يعني قد ايه مبهج. اوريو كتير جدا، كلنا طبعا بنحب الاوريو. و يعني الفكره دي كانت عندي بصراحه من فتره، بس قعدت على ما جمعت بقى الكوليكشن ده كله. طبعا ده كله مستورد، يمكن بس الحاجات الصغيره في الجنب دي هي اللي مصري موجوده، كل ده بقى مستورد. فعايزه اقول لكم يعني سوبر ماركت مره ايه اختي تكون في حته وتلاقي بسكوت اوريو مستورده فتجيبها. فعلا ما كونت بس كده مجموعة حلوة اقول لكم رأيي فيها، وفعلا تستحق. مثلا سعرها احنا بنشوفهم في السوبر ماركت، طبعا بنشوف مثلا ان الحاجات الاوريو دي ب2 جنيه و3 جنيه وكده، وبعدين نلاقي مثلا فجأة 50 جنيه، وتفاوت كده كبير في الاسعار. لأول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بقى نجرب كده ونفتح مع بعض. ايه هنبدأ بقى كده. انا عايزه اقسمهم الاول عشان حاسه اني هتوه شويه. إيه انا جبت اختي تدوق معايا بما ان يعني كانت صاحبه تجميع كبيره من الحاجات دي. فمثلا الحاجات اللي هي الشوكليت، يعني دي الشوكليت والاثنين دول، ومثلا برضو البسكوت المتغطي بالشوكولاته، حاسه ان دول مع بعض مثلا. ودول كده اول مجموعه اللي هم مثلا كلهم بكريمه شوكولاته مش بكريمه بيضه. تعالى بقى نبدأ كده. متحمسة نفتح عينين اوي، انا متحمسة لده. ده عشان يعني قليل اوي اوي بجد، مش قادرة اقولكم. الله، ده باكتس من جوه كيوت اوي بجد. تعالوا بقى نفتح. الحاجات المستورده دايما بيبقى يعني فتحها شويه صعب. ريحته حلوه قوي، يعني من اول ما فتحته في ريحه ظهرت. ده شكله يعني شكله محترم، شكله فخم. ريحته حلوه قوي صح؟ يعني ريحه الشوكليت حلوه قوي. رايك ايه؟ هو كريسبي قوي، هو بيقرمش فعلا جدا. يعني الشوكليت بتاعته مش السكر الاوفر اللي يخليكي تاخدي واحده وما تكرريهاش. اوكي، بس هو فاضي من جوه بالظبط. يعني انا وهي اخدنا بالنا شايفين الصوره ان هو يعني كريمي، و المفروض ان هو محشي كله كده طبعا كده. يعني وريهم واحده بالفلوتس مثلا فيها شايفين كريمه فاضيه خالص. من جوه الفلوتس فيها كريمه شوكليت من جوه اكتر بكتير من ده. ده هو بس عندك طعم الويفر حلو، طعم بس الويفر حلو جدا وبيقرمش حلو جدا، وطعم الشوكليت اللي كمان اللي مستخدمه فيه تحسي ان هي حاجه هاي كواليتي مش عاديه. طيب تعالي نجرب ده كمان، وبعدين ناخد بقى المستورد كله وبعدين المصري عشان نعرف يعني في فرق بينهم ولا لا. ده ميني اوريو، ده لقيته في سيركل كي، فيعني عايزه اقول لكم بصوا لفيت بجد عشان اجمعهم ودفعت كتير قوي. فحطوا بقى لايكات كتير قوي للفيديو، شكلها كيوت. يعني اي انا وهي بنقول مع بعض، هتلاقوا الفيديو كله انا وهي بنقول نفس الكلام مع بعض. شكلها فعلا كيوته وصغنونه كده. يعني عايزه اوريها لكم في ايدي قد ايه. استني، مقارنه بقى بالكبيره العاديه، يعني بدايتها المصري مكسوره، شايفين كيوته قوي. بس واخده بالك اصلا من فرق اللون؟ فرق اللون، هو ممكن لا في الاضاءه باين برضو فعلا فرق اللون يعني رهيب ما بين المصري والمستورد. ريحتهم تقريبا واحده يعني، بس فرق اللون وطبعا الحجم الكيوت ده قوي للاطفال. يعني انا حاسه عاديه، طعمها ضعيف قوي صح، حاسه عاديه يعني طعم الاوريو تقريبا عندنا، مش حاسه الهاي كواليتي قوي فيه. اخر بقى واحد شوكليت معانا. لا عندك حق في اللون قوي، لا اللون واضح جدا، لا فرق اللون، فرق التخانه، شايفين فرق البسكوتين من بعض اصلا فرق رهيب. شكل النقش اللي عليه واضح هنا ازاي، لا في فرق كبير. يعني افتحيها كمان ورينا الكريمه من جوه. اوكي دي المصري، بس هي المصري مكسورة اصلا.
تتفكش. هي ده شكل الكريمة في المصري. بس هي اتكسرت كلها، شايفين بتتفك بسهولة. ولون الكريمة ولون حتى الكريمة برضو تحسيه بس غني تحسي بالشوكولات ان أكتر الكريمة هنا اكتر أكتر. في المصري، ان الكريمة اعلى شوية. اوكي تعالي يلا ندوق. هو ده اتكسرت كده برضو. اه، هي اتكسر. هما ده مش مكتوب عليه ان هو تراي ويز ميلك صح؟ لا. اوكي دوقي المستورد الاول بعدين دوق المصري. الكواليتي بتاعتها عالية، الشوكولات مايلة للدارك سنة، لا مش مش قوي. حساها الميلك شوكولات او هو ده المفروض ان هو برامو، ف بس انا حاسة ان هو يعني الشوكولات الشوكولات غامقة الغني شوية. الغامق شوية، بس مش حاسة ان هو حاجة مميزة واو فظيعة، صح، هو انت تحس ان هو حاجة هاي كواليتي بس مش مستحق فرق مش السعر الحاجة الرهيب. الفظيعة اللي طب كل ما ثاني ندوق تشوفيها ما المصري، تقدريش تقاوميها. ندوق المصري بعده ونشوف الأول. اوكي اه يمكن يعني ايه، احنا عشان كله دلوقتي كان مستورد، خلي دي على جنب اللي احنا يعني فتحناها. ندوق المصري يمكن فعلا نحس بالتغيير. اتفضلي. اعتذر. سوري جدا، عايزه اقول لكم من اول ما انتي بتقطمي كده تكسريها فرق حاجه هشه عن حاجه يعني جامده جدا كده بتتكسر بصعوبه. بالظبط طعم اختي قالت الشوكليت الشوكليت واضح جدا، فرق فظيع يستحق فرق السعر. احنا في الحالة اسفين. دي، في الحالة انا قبل كده كنت بقول ممكن مش الحاجة الرهيبة اللي كل ما اشوفها اجيبها، صح، لا بس لما قارنا بين بعض في فرق فظيع في الكواليتي، في فرق فظيع في ريحة وطعم الشوكليت. الشوكليت واللون كمان، يعني فعلا اللون ده شوكليت، شوكليت كواليتي عالي كمان. نغسل بقى شوية شاي. اختي عملت لنا شاي علشان نحاول نفصل السكر شوية. نجرب ايه؟ عندي فضول جدا للمنت، للمنت. مستغربة. عايزة اقولكم انا مكنتش مقتنعة بصراحة بيه، وهي اللي مقتنعة اوي. إيه، هنفتح المنت بقى. انا مش متخيلة بصراحة نعناع مع اوريو مع شوكليت مع شايفين. هي دي بقى يعني انا مضطرة اعمل زي ما اختي قالت، واو الكريمة شكل من الألوان جوه لونها اخضر كده يعني حلو، ريحتها منت جدا، هي كول منت. ف ندوقها كده مع بعض. ريحتها تشيك ليست. بصوا انا بصراحه يعني ده بالنسبه لي كلوز اب، يعني معجون سنان. عارفين نفس احساس الكول منت بتاع معجون السنان، هو بالظبط مش راكبه معايا التركيبه. انت هي يا فعلا توتي التركيبه التركيبة غريبة شوية، ما راحتش للإكستريم، مش وحشة، ممكن مع أول واحدة تستغربيها، ممكن مع تاني واحدة تستلطفيها. لا مش بالنسبة لي عارفه مش اللي هي، لا ما رحتش اللي هو لا مش هاكله، لا أنا بجد؟ لا مش عارفه. ممكن أكله بس ما أروحش أجيبه تاني، يعني اوكي بس لو يعني ده أنا هاكله ده. انما لو قدامي وقدامي اصناف تانية لا ممكن اروح الاصناف التانية. للحاجات التانية. ممكن يعني مع الشوكليت تكون احسن، ممكن هو عشان بسكوت وفي مش عارفه، بس مش قادرة انكر ان الكواليتي عالية جدا. عندك حق بجد، لا فرق الكواليتي فظيع. جرب بقى الجولدن. اوكي هي الجولدن مكتوب هنا تراي ويز ميلك، يعني مرسوم لبن. فاحنا جبنا عشان يعني ايه نحاول نمشيها صح. شوية لبن بس. ده المفروض ان البسكوتة اصلا ذهبي، يعني شوفوا بقى ده حاجة كده يعني هي اول واحدة مكسورة. واو شكله فعلا فظيع. واو في واو هنا، ريحته بسكوت فانيليا، شكله فظيع، شكله كيوت حلو قوي. احط لك في لبن. اوكي جربي بقى زي ما هما قايلين.
حلو بس مش مميز. كنت لسه هقول يعني في بسكوتات كتير بالكريمه طعمها احلى. الكريمه مش مميزه، البسكتس نفسها مش مميزه، إيه وما فيهاش فليفر يعني، حتى فليفر فانيليا مثلا واضح شويه او ده إيه او حاجه كده، في يعني بسكوتات تانية كريمه حاساها احلى. وحسيت ان هو باللبن او من غير اللبن ما اختلفش التست قوي، حسيت انه اختلف قوي. طبعا برضو دي اذواق واراء شخصيه يعني. جرب بقى الستروبري تشيز كيك، اكسايتد جدا للفطار. ريحته يامي جدا، مش قادره اقول لكم ريحته قد ايه فظيعه. انا هفصل بس بشاي لان السكر بجد كتير. ريحته بابل جام كده صح؟ ريحة الاستروبري جواها فظيعة. بصوا برضو الكريمة بينك قوي جوه. طبعا بس الرينج لايت هنخلي الاضاءة شوية افتح، بس يعني بينك فاتح كده شكله حلو. عايزة اقول لكم ده يعني بص بقى ده انا حبيته قوي قوي قوي، هو استروبري تشيز كيك خطير وطعمه تحفة، والكريمة جواه بقى مميزة ومختلفة، حبيته قوي يعني. ده انا حبيته، ده انا اكيد هجيبه تاني لو لقيته. رأيك ايه؟ مش هضيف حاجة بعد اللي انت قلتيه. صح ده حلو قوي يعني، ده اعتقد ان احنا لو رحنا السوبر ماركت هنجيبه تاني. انا عايزة اقول لكم اغلب البسكوتات الاوريو دي من مترو إيه، تقريبا 54 جنيه كده يعني. في ده بقى إيه، ستروبري كريم. هنشوف فارق عن التشيز كيك. مش عارفه فارق ولا ايه، هو ريحتهم متقاربه جدا بس انا لون الكريمه اتقل شويه. لون البسكتس نفسها ولا نفس اللون؟ لا دي افتح شويه. حسيت كده وهي في ايدك اصلا. فرق لون فعلا البسكوت من بعضه، وفرق الكريمه. الكريمه في ده اغمق شويه من ده يعني، شايفين ده تشيز كيك. يعني ده بيبي بينك كده وده بينك غامق. فا اوكي الريحه كمان مختلفه جدا على فكره. ده لو انا مش عارفه ان هو المستورد، الكواليتي بتاعته بالنسبة لي رايحة ناحية المصري أكتر. معقول؟ حسيت الطعم الشوكولات في البسكتس ضعيف جدا، حسيت ان هو جامد شوية، نفس الجمودية بتاعت المصري اللي دقناه في أول الحلقة. لا هو أنا حسيت ان التاني أحلى، التشيز كيك. حسيت يعني طعم الفراولة فيه وطعم الحاجات دي مظبوط كده أكتر، وحتى طعم البسكت اللي في البسكت كمان في يمكن علشان اغلى، فتحس ان هو يعني شويه أعلى. مر او عامل يعني موازنه زي شوكليت، فبيديكي ايوه معادله ما بين الحلو والمر سنه، فعادل البسكوته قوي مع نفسها يعني. صح، فيمكن ده اللي خلاها تحسي ان الفليفرز فيها اغنى، سواء الشوكليت سواء الاستروبري، الاطعمه فيها كل حاجه واضحه. تعالوا بقى نجرب اكتر حاجه انا بقى اللي متحمسه لها فعلا في الفيديو، اللي هو السيريالز بتاعتهم. عايزه اقول لكم بصوا خطيره، وعايزه اقول لكم ان في فيديو سيريالز كله مستورد انا برضو يعني صورته، بس هيتمنتج بقى كده وينزل. يعني انا بحب السيريالز وبحبها بلبن، اختي بتحب ان هي تاكلهم كده، فهي قالت لي ان ايه مش هتدوق بلبن يعني. شايفين شكله ده برضو كان من مترو، كان ب 140 جنيه. هو وزنه قد ايه؟ 311 جرام، في ابيض وفي تشوكلت. تعالوا كده بقى نفتحه. شايفين شكله رينج كده صغنن، ريحته التشوكلت حلوه قوي يعني. المفروض ان دي الكريمه بتاعه الاوريو يعني، عشان يبقى ده شكله المفروض كده، الكريمه والشوكليت. وانا هحط يعني
نحط كده شويه طعمه ايه من غير. لا هسيبك تجربي انتي الاول. سيبيني اجرب الاول. اوكي شايفين اصلا المج كيوت ازاي؟ بحب الحاجات اللي كلها ميني زيزي كده. هو المفروض ان احنا لما بنعمله ان هيبقى اللبن ده لبن بالشوكولاته. هو فعلا لونه بدا على طول يطلع. هو انا عايزه اعرف انا عملته بلبن بارد وما مش كاتبين يعني ان الووتر براحتنا بقى. سوري اللبن سخن بقى بارد براحتنا. انا سبته بقى خلاص لبن شوكليت. ندوقه بقى. باين على ملامحك الاحباط. مش في اصلا طعم اوريو لما اخدته كده وهو دراي ولا حتى الفليفر بتاع الشوكليت واضح، ولا الفليفر بتاع فانيليا مثلا او كريم في ال. انا قلت ادوق الكريم. مفيش اي وأنا لا هو في طعم الشوكليت اوكي، وفي طعم اوريو من بعيد قوي قوي يعني. يعني بصراحه ما اروحش اشتريه بالسعر ده يعني فعلا. لا هي الكريم ملهاش طعم بالظبط. التاني فيه لمحه الشوكليت كده من بعيده. لا يعني خلاص شوفوا بقى حلقه السيريالز كلها هنقول رأينا فيه باستفاضه. لا ولان فيه هيبقى حاجات تانية بالشوكليت ويعني هنقارن بقى ما بينهم فعلا. وتقريبا الشوكليت التاني بتلت السعر. هما دول بقى الشوكليت المفروض ان هما بالاوريو. دول اعتقد ان يعني كلنا مجربينهم. وفي ده الاوريو العادي اللي هو بالكريمه بس ده دبل ستاف اللي هي كريمه اكتر يعني. شايفين دي الكريمه. واو. طبقه كبيره. خلاص مش خليكي تدوقي دول خلاص. ده عادي ده مصري وكل دول مصري يعني. دي بس الحاجه اللي لسه الوحيده المستورد. عايزه اقول لكم فعلا ان هو فرق البسكوته اصلا في القطمه يعني المصري عن المستورد فرقه جدا. وفرق السكر فعلا ان البسكوته الدارك اكتر عامله موازنه مع الكريمه دي. سكر اعلى بكتير. التانيه تحسوا بسكوته متوازنه مع بعضها قوي. نجرب ده. ايه شايفين بقى؟ بصوا يعني شفتها ما قدرتش اقاوم شكلها علشان الاعياد بقى يعني وسنو والتلج. وبصوا حاجه كده خطيره وانا بحب الحاجات دي قوي يعني. اي حاجه نازله للمناسبه سواء بقى رمضان راس السنه اي حاجه ليها مناسبه لازم يعني اجيبها اخواتي عليها كل حته عشان كنت لسه بقول اخواتي والله اجيبها اخواتي ربنا يخليهم يجيبوها لي يعني. في حاجات لذيذه قوي عايزه افرجها لكم كمان لسه. شايفين بقى دي اصلا كيوت. دي اربع كور ومعلقتين. هما تقريبا عارفين ان احنا اتنين. ايوه انا افتح كده الشوكليت. حاجة فخمة جدا. اتفضلي. يعني بصوا فخامة اصلا في الورقة كلها عليها سنو فليك كده شكلها حلو قوي. وكمان هي من جوه شايفين قمر ازاي. هما بقى قايلين ان احنا المفروض بنفتحها ونكسر اول جزء كده وبعدين ناكل بالمعلقه. خليها هنا بس عشان امسكها كده قويه شويه. هي اتكسرت من حته تانية غير اللي هما قصدهم عليها. هيزعلوا اعتقد شيء. تعالوا نشوف بقى من جوه. شايفين كريمه. شايفين انا فتحتها عشان تشوفوها من جوه. شايفين كميه كريمه وفيها بسكوت اوريو كده صغير. انا هنتنازل عن المعلقه دلوقتي. ممكن تدوقيها كده بالكريمه بكله. مش عارفه هي كانت محتاجه تتحط في الميكرويف ولا يعني عايزه تفك شويه. انا حاسه ان طعم الملكه مغطي على الاوريو بالظبط. هي الملكه شوكليت اللي بره طعمها فظيع. الكريمه ملهاش شخصيه واضحه. بصوا هي اكسبيرينس شوكولات كيوت كلها في بعضها كده بالظبط. اه
هي فور فان. حاجة للاحتفال، ان انا اجيب حاجة كده شكلها كيوتة خطيرة مستوردة، طعم الشوكليت حلو وطعم الكريمة حلو، بس يعني بما ان هي بنقارن حاجات اوريو ببعض، هو انا حسيت ان ملهاش علاقة بالأوريو. الشوكليت طاغية على طعم الاوريو جدا. يعني اخر 3 حاجات بقى دول، دي شوكولاتة بتاعت كابري، نفس الفكرة بتاعت البول يعني الشوكولاتة، بس التانية دي كانت ميلكة، دي من كابري. ندوق كده، اعتقد بقى البابلي هتطلع زيها فمش هدوقها. يعني نفس الموضوع بتاع ميلكة، برضو طعم شوكولات كابري طاغي جدا، بس في كابري الكوكيز يعني الاوريو المتكسر كرانشي اكتر، فحسب يعني كذا تيكتشر جواها، الشوكولات الكريمة حاجة كريسبي، فتجربة احلى لكن مفيش طعم اوريو. فبصراحة انا حاسة ان هما يعني بره منافسات الاوريو اصلا. ده اوريو. اخر حاجة بقى لما تغطي، ده شكلها كلها متغطية، شكلها تحفة. شايفين طبقة شوكولات، طبقة بسكوت، طبقة كريمة، طبقة بسكوت، طبقة شوكولات، وطعمها حلو قوي. يعني دي لطيفة قوي بجد، والبسكوت فيها يعني كريسبي وطعمها متوازن. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وقولولي كده جربتوا ايه من الحاجات دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.